سيدي. اللي طلعت نتائج تحليل شي؟ لا، أكيد عنده سلاح تاني. مو مشكلة، عندي فكرة لنعرفه. اللي عم بسمعك. لازم تعرف فريقك واحد واحد وتقلن إنه جلال عنده حدا جوا موجود بيناتنا. يعني بدك تقلن للجاسوس إنه في حدا جوا. فهمت عليك، أكيد هيك حيخاف. إيه بالضبط، رح يحاول يتهم حدا من الفريق. وأول واحد بيقول لك إنه في حدا من الفريق هو الجاسوس بيكون المشتبه الأول، واللي عم يحكي عنه بيكون المشتبه الثاني. تمام، هيك رح أعمل. بكرة الصبح رح خبرون. تمام سيدي. رح أكشفك. مجد تعال لعندي. ليكني اجيت سيدي. من وين بدنا نبلش يا مجد؟ كأنه في مشكلة سيدي؟ إيه في مشكلة كبيرة، بس بظن ما في مشكلة بتصعب عليكم يا حضرة المدير. بس هالمشكلة أكبر مني. جلال قدر يشتري واحد موجود بفريقنا، عم يشغله لصالحه. كيف سيدي؟ الكلام اللي عم تقوله خطير. مين بيكون عديم هالشرف؟ لهلا ما عرفت، بس رح لاقي. أنا وأنت رح نحاول نكشفه مع بعض. اللي فهمته منك إنه في حدا محدد شاكك فيه. أصلاً أو موسى؟ أكيد واحد منهم عم يشتغل مع جلال. العمى إذا صحي، معقول يكون موسى؟ اسمع، هلأ فتح عيونك التنتين. بدي منك تخبرني بأصغر تصرفاتهم المشكوك فيها. نحن لازم نكمشو مين ما كان يكون. ولا يهمك حضرة المدير، ما بوثق بحدا غيرك أصلاً. نحن لازم نلاقي زلمة جلال اللي بيناتنا، يا موسى يا مجد. ماشي حضرة المدير، ما في داعي إنك تخاف. الموضوع مهم كتير وما لازم حدا يعرف فيه غير أنا وإنت يا موسى. طمن، ما حدا رح يعرف. عنا مشتبهين، مجد أو أصلان. يعني بدي إياك تلاحقون خطوة خطوة. أنا بأمرك سيدي.